أكثر من 30 طبيباً يحصدهم فيروس كورونا، هل تبدو المعركة متكافئة؟ وما حجم الفاجعة التي تتربص الذين سيجدون أنفسهم عزلاً من الرعاية الطبية بسبب وفاة الكثير من الأطباء؟ أهلاً بكم. الجيش الأبيض، أولئك الفدائيون الذين قرروا الاستمرار في تطبيب المرضى والاحتكاك بهم بدوافع إنسانية لا يستطيع الفيروس تقديرها أو التعاطف معها. 32 طبيباً حصدهم فيروس كورونا في اليمن بحسب بيان لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، وعدد غير معلوم حتى الآن من كوادر بقية القطاعات الطبية يتساقطون تباعاً منذ بدء انتشار فيروس كورونا. رغم انحساره في أغلب دول العالم، إلا أنه تقدم في أوساط الناس باليمن لدرجة عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من المرضى. تسبب ذلك في وفاة كثير من المصابين بأمراض أخرى أقل خطورة مثل نوبات السكري والشعب الهوائية والحميات التي يمكن علاجها. فما هو مصير الأطباء في اليمن في هذه المواجهة؟ وما تأثير خسارة البلاد لكادرها الطبي في مواجهة انتشار الوباء بذات الوقت الذي تمسكت فيه كل الجهات بالسلاح فقط دون أخذ خطورة الفيروس بعين الاعتبار؟ ما هو مصير الدعوات والمبادرات لإنقاذ اليمن من هذه الجائحة قبل انهيار القطاع الصحي؟ خلال 10 أيام فقط، شوفوا أكثر من 1200 قبل. منذ بداية انتشار جائحة كورونا في اليمن، يتساقط الأطباء على خط الدفاع الأول، معزولين عن وسائل الحماية، محرومين من إمكانية الحصول على العلاج الكافي للحالات الحرجة، حيث أغلقت كثير من المستشفيات أبوابها حتى في وجوه المصابين من الأطباء الذين توفي بعضهم في البيوت، ومنهم من مات على كرسي سيارته أمام بوابة المستشفى، كما حدث مع استشاري أمراض الأطفال الدكتور محمد الدعيس في محافظة إب. نرجو من المنظمات الإنسانية الاهتمام بهذا الموضوع وعدم التساهل لكي ننقذ حياة المرضى. منظمة أطباء بلا حدود قالت في تقرير حديث إن معظم مستشفيات مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون تعمل بكل طاقتها الاستيعابية، وهي على كل حال لا تتجاوز 15 سريراً. وأشارت المنظمة إلى أن فيروس كورونا المستجد بدأ ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن مع معدل وفيات مرتفع. التقرير أشار أيضا إلى حالة الذعر التي أصابت اليمنيين نظرا لافتقار اليمن بشكل كامل تقريبا إلى وسائل الاستجابة لهذا الوباء بعد أن تسببت 5 سنوات من القتال في انهيار نظام الرعاية الصحية بشكل كامل، حيث تغلق عدة مستشفيات أبوابها خوفا من الفيروس أو بسبب النقص في الموظفين ومعدات الوقاية الشخصية. في ظل غياب الإمكانيات التي يتطلبها المركز، بحسب الإحصاءات فقد سجل اليمن بشكل رسمي 564 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، بينها 130 حالة وفاة. وبحسب نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين فإن ضحايا الفيروس من الأطباء فقط قد وصل إلى 32 حالة وفاة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ضحايا الفيروس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي التي لم تعترف بسوى 4 حالات إصابة وحالة وفاة واحدة، وهي مناطق الكثافة السكانية. والله خطر، خطر على الحارة أمانة. وبالرغم من إصرار سلطات الميليشيا على إنكار تفشي الفيروس بشكل رسمي، إلا أن الجنائز الكثيفة وتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى صالات عزاء هي مؤشرات لمدى انتشار الفيروس وفتكه بحياة سكان تقول المنظمات الأممية إنهم يعانون من تدني مستوى المناعة وارتفاع معدلات سوء التغذية، ويحتاج أكثر من 3/4 للمساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. جدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر الأقمار الصناعية من تعز، رئيس مركز أو مدير مركز شفاك الدكتور عبد الغني المسني. أرحب بك دكتور عبد الغني. إذن وأنتم تخوضون معركة إنقاذ الناس، هل شرحت لنا ما الذي تواجهونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
حسب التقرير الذي أوردته قناتكم قبل قليل، إن 32 طبيبا توفوا أو فقدتهم باليمن. الصوت طلع. دكتور عبد المغني الصوت. تسمعني؟ الصوت الصوت نعم فضل. الآن تمام، الآن تمام. اليوم بالذات فقدنا زميل عزيز الدكتور محمد أحمد سيف، توفى اليوم بوباء كورونا، ونسأل الله له الشفاء. بالنسبة للوضع الصحي في تعز، تعز مرشحة لتكون الأكثر محافظة يمنية من كوبا. سنوات الحصار والحرب دفعت على السكان للفرار من 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 خطوط المواجهات، ودفعتهم للتجمع في مساحة صغيرة، مما حول تعز إلى ما يشبه مخيم لجوء كبير، وهذه طبعا بيئة مناسبة جدا لانتشار فيروس كورونا. بالنسبة للذي نواجهه كأطباء في مستشفى في مستشفيات تعز، أو كأطباء عاملين بالقطاع الصحي، طبعا الإمكانيات شحيحة جدا 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 إلى أبعد ما يمكن أن يتصور الإنسان. عدم توفرها في بشكل رسمي هذا طبعا شيء معروف ومفروغ منه، لكن حتى على مستوى المستوى التجاري وتوفرها في السوق ايضا معدومه، اضافه الى اختفاء اصناف كثيره من الادويه، ويعني يظل المريض يدور او من مستشفى الى مستشفى لا يجد من يستقبله او يقدم له الرعايه. معظم المستشفيات طبعا ترفض استقبال اي مرض مشتبه فيه، وهذا ادى الى وفيات خارج وباء كورونا، حتى مع مرضى يعانون من 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 من, من ازمات ربو او ذبحات صدريه، طبعا بسبب عدم استقبالهم تقديم لهم المساعده كانت النتيجه الموت. الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمه، ومعدل الوفيات زاد بشكل مرعب. ما هي أسباب هذه الزيادة دكتور؟ ما تقوله الأرقام الرسمية دكتور عبد المغني، ما هي أسباب هذه الزيادة؟ انهيار الوضع الصحي بتعز، الوضع ليس هناك أي إجراءات لمكافحة أو لمواجهة الوباء، هذا جانب. ثانيا طبيعة التجمع السكاني واستحالة تنفيذ التباعد الاجتماعي الذي كان يمكن أن يحد من انتشار الوباء، هذا ساهم يعني بشكل خاص. غياب الحكومة والإجراءات اللي كانت يمكن أن تتخذ من عمل كما اتبعتها كثير من الدول والمدن، هذا جعل الباب مفتوح على مصراعيه لدخول الوباء. وحتى الآن يعني المقابر تتوسع والوفيات، أنا أعتقد أنه حتى مثلا سلطتنا الصحية بتعز ليس لديها معلومات عن عدد الوفيات الحقيقية، والموت خارج القطاع الصحي يكاد يكون عشرات أضعاف ما يحصل بالقطاع الصحي. وطبعا عملية الدفن لا يتم فيها اتخاذ أي احترازات، وطبعا وهذا شيء فاقم الوضع، والمسألة كل يوم في ازدياد. ونتوقع أن طبعا أنه يعني الذي نخاف أو نتوقعه على حسب ما نشاهد، أظننا غدا أو بعد غدا سيعلن رقم كبير جدا لم يعلن من قبل، قد يصل إلى 100 أو فوق 100. بالنسبة للحالات المؤكدة، أن نسبة الإصابة في القطاع الصحي تزيد على 20% من الحالات بين طبيب وممرض. عندنا حالة اليوم، وللأسف الشديد ظلت الجثمان منذ فترة الصباح حتى العصر لم يتم عملية الدفن بسبب انشغال سيارات الإسعاف بدفن موتى آخرين. يعني الوضع صعب جدا. دكتور ليتأكد منك من النسبة، 20% من وفيات كورونا هي للعاملين في القطاع أكثر الصحي؟ أنا أقول لك أكثر أكد لك أن أكثر من 20% هي من الحالات المؤكدة هي بين ممرض وطبيب أو يعني عامل في المجال الصحي، سواء كان بالترصد أو صيدلي أو ما شابه. وطبعا الوفيات من اصحاب الوفيات لا ينتمون يعني نسبه قليله او اعداد بسيطه التي تنتمي للعاملين في مواجهه كورونا. الاصابات اتت من المستشفيات بالاساس، هي يعني ترفض حتى استقبال مريض كورونا.
بس نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير الصحية وعدم تطبيقها لمعايير السلامة أدت إلى إصابة موظفيها. يعني يجب الإشارة إلى أنه الآن في آخر إحصائية للجنة مواجهة كورونا، اللجنة الرسمية تتحدث عن، يعني الصادرة في 10 يونيو تتحدث عن أن عدد الحالات وصل إلى 560 حالة، منها 23 متعافين و129 حالة وفاة. تقريبا هذه النسبة تعد، يعني نسبة الوفيات إلى الحالات الإصابة المسجلة هي تعد 23%. طبعا أستاذ وجيه، أنا يعني أتمنى ويا ليت إنه الإعلام يدرك والمشاهدين يدركوا والعالم يدركوا إن الأرقام التي تعلن في اليمن غير صحيحة ولا تمت الواقع بصلة. لماذا دكتور؟ يعني عن أي أرقام؟ ألو؟ نعم دكتور أسمعك. لماذا؟ يعني الأرقام التي تعلن، يعني أنا أكلمك إنه مثلاً الأرقام الذي تعلن، أنا أشوف إنه الالتزام في بيع يعني مضيع على الوقت وتتويه حتى لن نعرف أن نواجه المشكلة الحقيقية. عن أي أرقام نتحدث؟ إذا 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 الآن أنا عندي إصابة واحدة تؤكد وألف إصابة غير مؤكدة خارج النطاق، فإذا أنا عامل لي عمل دراساتي على أساس إنه الكورونا والدراسات كلها تدور حول الحالات المؤكدة، يعني كلام لن ينفع الحقيقة ولن يحقق هدف لحماية المجتمع. طيب ما هي خطورة هذا الأمر دكتور؟ أنت أشرت إلى نقطة مهمة. دكتور أنت أشرت إلى نقطة مهمة، وستكون بعد قليل معنا المفترض الدكتور إشراق السباعي المتحدثة الرسمية اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، لكن ما هي خطورة أن تكون الأرقام المعلنة أكبر بكثير من، أو عفوا الأرقام الحقيقية أكبر بكثير من الأرقام المعلنة؟ طبعا كارثة على بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أستاذ وجيه. يعني إذا يعني حتى يصبح نوع من اختفى الصوت او دكتور اسمعك دكتور عبد المغني. تسمعنا تمام. لماذا تضع الارقام؟ توضع الارقام لعمل دراسات لمواجهه الوباء. اذا طبعا اذا عندما تكون الارقام مغلوطه ستكون الدراسات خطا والنتائج قد ستكون سيئه، ولا اظن انه يعني من العقل والمنطق احنا نعتمد على شيء وهمي. يعني عن ايش نتكلم؟ نتكلم على 130 حاله او 160 حاله، وبالحقيقه عندي 160 الف حاله، يعني مشكله كبير. اذا مثلا انا المقبره بجواري كل يوم يحفروا 100 قبر، البكرين شغال 24 ساعه، ويجي يقول لي ان الحالات المؤكده 130، يعني نتكلم احنا نضحك على انفسنا ونضحك على الناس ونجيب صوره سيئه او صوره مغلوطه عن الذي يحصل بالواقع. يعني مدينة زي تعز 3 مليون أو أكثر من 3 مليون، يعني عندها 8 أجهزة تنفس صناعي، عندها يعني لم يقم فيها حتى مركز عزل واحد لاستقبال مريض. طبعا المسألة تذكرنا بشيء، يعني بقصة كذا كنت أحب دائما، أنه في واحد من واحد محسن راح لواحد فقير يسأله يقول له إيش تحتاج، فالفقير متعفف ويقول له يعني عندي ملح ما عندي. طبعا هذا المحسن هذا طلع غبي، قابله ملح، يعني والمقصود فيه بأنه أنا ملح ما عندي، يعني بالأولى ما فيش لا سكر ولا رز ولا، إذا أنا أقول لك الآن ما فيش يعني ما يشابه الملح بالمجال الطبي، الكمامة غير متوفرة، يعني فيتامين سي أبسط الأدوية غير موجودة. يعني إذا أنا كمدير فني المركز، كان أول ما بديت أفتح كان عندي مسؤول مشتريات واحد، الآن عندي فرقة تدور على الأدوية والمستلزمات، ترجع لي آخر اليوم ما فيش، يعني غير موجودة. يعني دكتور في هذا السياق تحدثت قبل قليل دكتور على أن يعني عن نقطتين مهمتين، مسألة انهيار الوضع الصحي في تعز هي سبب في تفاقم أعداد الوفيات، وكذا استحالة تنفيذ التباعد الاجتماعي. الوضع البيئي. كل نقطة، لماذا انهار الوضع الصحي في تعز؟ طيب أوكي، طبعا هذا هي أساس المشكلة ومحور القضية بتعز هنا. وليش تعز؟ لماذا تعز؟ تعز تمثل النقطة السوداء، حتى إذا كانت اليمن بكارثة نحن في كارثة الكارثة.
تعز معرضة لحصار وحرب. الآن دخلنا السنة السادسة، يعني ماذا سيكون وضع ناس اضطريتهم الحرب للتجمع بأماكن بسيطة وتحولت المدينة إلى 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 إلى, إلى ما يشبه مخيم كبير يفتقر إلى يعني أساسيات الحياة، مخيم كبير تنتشر فيه عدة أوبئة سابقة، الآن تضاف إليها الوباء. سيدي العزيز، نحن الآن عندنا مشكلة بدفن الموتى، يعني إذا أنا أكلمك أنا زميل عزيز وتقريبا القطاع الصحي كله تعز متعاطف معه، وذلك تأخرت دفنه 12 ساعة علشان نحصل فرصة بس ندفنه، إحنا نشتين نلتزم بالإجراءات والاحترازات. يعني ماذا عن وضع الناس الآخرين؟ إذا أكلمك أنا عن أكثر من 20 حالة مؤكدة من الوسط الطبي. ليش؟ لأنه تقريبا الوسط الطبي حريص على متابعة الأوقات، ربما يكون نوع من المحاباة إنه يحصل على إنه يقدر يحصل على فحص البي سي آر، فلذلك نجد أكثر الحالات مؤكدة من الأطباء والممرضين. طيب بقية الناس تمرض وتئن بالبيت وتموت على المقبرة مباشرة، يعني الناس تموت بصمت خارج المستشفيات، ويجيب آخر اليوم لجنة الطوارئ تعلن 109 حالات ولا 8 حالات، يعني تعتبر كذب وضحك على الناس. يعني ما فيش داعي، يعني يلغى التقرير الرسمي أو تقام دراسات صحيحة. سأدون هذه النقاط، لكن دعنا قبل يعني النقاش فيها بشكل موسع نشرك معنا في الحوار دكتور عبد العزيز الشدادي، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمأرب، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من هناك. أرحب بك دكتور. دكتور شدادي، أهلا وسهلا. دكتور شدادي، هل تسمعني؟ دكتور شدادي، يبدو أن هناك إشكالية في وصول الصوت عبر الهاتف من مأرب. إذن أرحب بمن تنضم إلينا من عدن الآن، الدكتور إشراق السباعي المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا. أرحب بك دكتورة مجددا. في سياق الحديث عن ضحايا كورونا، القطاع الصحي، الجيش الذي يفترض أن يحمي هذا القطاع، تشير الأرقام إلى وفاة ما يربع على 30 طبيبا وممرضا وعاملا في القطاع الصحي، ما الذي يحدث؟ السلام عليكم. أولا طبعا بالنسبة ما يحدث في يعني تعرض الأطباء لفيروس كورونا وفيات الأطباء، طبعا العالم أيضا في العالم واجهوا نفس المشكلة، ولكن يعني فقدوا أيضا كوادرهم الطبية. بالنسبة لنا نحن في اليمن، يعني رغم ان فيروس كورونا وصل متاخرا عن العالم الاخر، ولكن للاسف الشديد بقت اليمن لم تتداركها جميع المنظمات ولما تحتاجه الكادر الطبي من ملابس للوقايه للسلامه المهنيه، ايضا رفع قدرات هذه الكوادر، يعني ظلينا متفرقين، والمنظمات يعني ايضا تتحمل جزء من هذا المشكله الذي واجهتنا، رغم ان وزاره الصحه وضعنا خطه مسبقه لمجابهه هذا الفيروس، ولكن تظل امكانيتنا محدوده. وايضا المشكله الثانيه ان كوادرنا الطبيه لن يستوعبوا الامر ان فيروس كورونا حيصل الى اليمن، يعني هذا وباء عالمي ويعني لم يتدارك الأمر. وأيضا المشكلة الأخرى المجتمع، يعني أيضا نتيجة عدم تقبله أن فيروس كورونا هو الموجود وسط هذه الأوبئة الذي انتشرت في اليمن فهو موجود. وكانت المشكلة الأخرى أن الإمكانيات زي ما تكلمت ضعيفة جدا، رفع مستوى الوعي من الجانبين، نقص في التدريب،
ايضا اخفاء المعلومه جيدا من ايضا من كان مفروض ايضا تقف وقفه قويه منظمه الصحه العالميه في هذا في الامر، اما ان فيروس كورونا موجود وداخل في اليمن، وان تقصر جهدها معنا لتدريب هذه الكوادر الذي يعني قمنا بتدريب فقط في شهر ابريل 80 من الكوادر الطبيه التي في كل محافظه 5 من الكوادر واللي مهمتها تدريب الكوادر الاخرى، ولكن الوقت لم يسعفنا فكان العدو المنتخب في وسطنا واصيب كثير من كوادرنا الطبيه الذي يعني في منهم من لقى نخبه الرحمه له وفي منهم من في العزل وهكذا، يعني يوميا نحن نحصل ايضا هذه الارواح نتيجه شحه الامكانيات الذي لدينا، رغم بذلت الوزاره جهدها في شراء المواد من الداخل وقدر المستطاع المتاح لدينا، وايضا كان التجار اغلبهم ان العالم يواجه ازمه، اغلقت المطارات واغلقت المنافذ البحريه من بعض من الدول ولم تصل هذه المواد السلامة المعنيه الا في الاوان الاخيره. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا دكتورة السباعي. أعود إليك دكتور عبد المغني المسني، سمعت ما تفضلت به المتحدثة باسم اللجنة الوطنية العليا الدكتورة أشراق. أنا نعم تفضل. طبعا الدكتورة أشراق أنا عندي اعتراض، أنت لا تقارن ليش العالم باليمن ولا تقارن لي اليمن بتعز. تعز هذه ملايين محاصرين بمنطقة وتوصلهم بالعالم طريق جبلي شديد الصعوبة وينقطع من فترة لفترة بسبب الأمطار، يعني يجي يقول لي حصل نسبة الوفيات على مستوى العالم ما لم تزيد عن 6%، إذا بتعز الآن 23% من بين الأطباء. ثاني حاجة ليس هناك لنرجع السبب إلى عدم التزام الطبيب أو المريض، الأطباء ملتزمين بل مرعوبين، يعني مغلقين على أنفسهم البيوت، يعني الذي يعمل في مواجهة كورونا عدد لا يتجاوز أصابع اليد، يعني نحن نزيد على 12 طبيب داخل تعز الذين يعملوا في مواجهة الوباء. ثاني تتكلم لي على مساعدات وقدمات وأشترات، أنا تورينا بتعز أنا تقريبا مركز شفاك المركز الوحيد اللي أو نقدر نقول أنه 90% من حالات كورونا يواجهها مركز شفاك. أنا أريد أسأل كم يعني ماذا وصلتنا من المساعدة التي تتكلم عليها؟ وصلتنا يعني أتحدى أحد يثبت إن إحنا استلمنا كمامة واحدة أو مثلاً بدلت أو يعني ما أقول لك حتى لو حب باراسيتامول نتكلم عن أبسط الأشياء، ويقول لنا في خطة وفي أين الخطة أين يعني إيش. أنا يمكن الفضل الوحيد الذي حاجة اللي مستهي الحاجة البسيطة سيارات نقل الموتى معهم 3 سيارات ينقلوا الموتى طبعا، أو يعني الآن ما يعني كل أسبوعين يرسل لي بمئة فحص PCR الحالات المنتظرة 1000 حالة وبعدين دي لي PCR وبعدين أصحابنا ما شاء الله على عقولهم يقول لي أسوي لي الحالات الحرجة، يعني يجيب لي واحد شبه ميت إيش عاد أسوي له أنا بالمركز أو أقدم له مساعدة. أنا أشتي حالات ترصد أشتي أريد أكتشف المريض بداية الحالة، يعني على مستوى العالم حالات الشفاء تتوقف على سرعات إنقاذ المريض قبل أن تظهر المضاعفات، يعني ماذا نستطيع أن نقدم مساعدة لمريض يصل إلى المستشفى وقد تأكلت الرئتين، يعني بأي عقل يعني بأي منطق يعني ينطبق. يعني أنا نحن أخي نحن في بلاد يعني بحقيقة الأمر التحالف دمر كل شيء، دمر لنا نحن الوضع الصحي، الطرقات أوقف الأعمال، الناس دخلت في وضع معيشي ووضع صحي وتردي لا مياه لا مجاري لا يعني كل مسببات الأمراض موجودة، الآن ينضاف إلينا كورونا، ماذا سيكون الوضع؟ سيكون الوضع موت محقق. إضافة إلى هذا يعني يطلع لي مسؤول الدكتور أشراق وكذا نحن اشترينا ونحن طيب اشتريت وين وريتها يعني وين وديتها، أو إذا نحن طبعا زي ما يقول تعز قطع منفصل أو كذا هذا شيء آخر. أنا أشتي الدكتور أشراق يعني تقول
يعني ترفع السماعه حقت تقول امراض كورونا بتعز اين يروحوا، هذا اللي مؤكدين مثلا يركضوا. اذا 90% لو مش 95% نستقدمها نحن بمركز شفاك، ومركز شفاك مركز اهلي تاب يتبع مؤسسه الشيخ حمود سعيد. يعني الحكومه مكتب الصحه جانب اداري كمساله التزام نلتزم فيه، اما انه مثلا عنده تموين او اضاف الينا شيء هذا كلام انا لم اشاهده ولم يعني وغير حقيقي. وانا اتكلم الان عن الهواء وامام الناس جميعا، تعز الى الان لم يصلها شيء. اذا تعز الى الان لم يصلها شيء، انقل هذه النقطه الى الدكتور اشراق السباعي. دكتور عبد المغني، دكتور يعني اشراق، دكتور اشراق، لماذا لا يوجد تحرك جهاد من قبل السلطات لدعم القطاع الصحي، لدعم الكادر الطبي بما هو مطلوب في هذه المرحله؟ بالنسبة لمحافظة تعز طبعا نحن لدينا تحرك، نحن نعرف انه في معاناة. محافظة تعز استلمت من مواد، اسمح لي، استلمت ايضا حصتها من الملابس السلامة المهنية من محاليل المختبرات، مثل ما تستلم محافظة عدن، مثل ما تستلم محافظة حضرموت. يعني بالنسبة لنا محافظة تعز محور اهتمام الجميع، ونحن كنا يعني في اجتماعنا اليوم في الهيئة الاستشارية للجنة الطوارئ أيضا مركزين على محافظة تعز لما تعاني هذه المحافظة من حصار. ولكن يعني إنه يتكلم ويقول إن ما استلمت محافظة تعز، نعم استلمت محافظة تعز، ونفس التدريب الذي حصلته في محافظة عدن ايضا بدل لمحافظه تعز. ولكن تبقى المعضله ان نحن بحاجه لدعمها محافظه تعز والمحافظات الاخرى. فالذي وصلت لدينا يعني تم وضع خطه وتوصيلها الى جميع المحافظات. هي تتكلم عن الارقام، نحن تكلمنا 100 مره وتكلمنا وقلنا ان الارقام الذي تطلع عندنا في المؤكدة للحالات المصابة بفيروس كورونا لا تشمل جميع الحالات، هناك فقط وصلت نحن عينات محدودة من المسحات ومن المحاليل سيتم فحص الحالات الموجودة في المحجر حتى يتم التأكيد أن فعلا وصلت الحالة لفيروس كورونا. نحن كل شبر من أرض اليمن يهمنا، سواء كان في صنعاء، سواء كان في عدن، سواء كان في المحويه، سواء كان في معرب. يعني نحن طبعا كوزاره الصحه وكلجنه عليا وكحكومه يعني نبذل قصار جهدنا حسب المتاح. وفعلا يعني البي سي ار موجود في محافظه تعز، وموجود واحد في عدن، واحد في سيئون وحضرموت. نحن بحاجه ايضا الى تعزيز المحافظات الاخرى، يعني نحتاج ايضا إلى تعزيز في محافظة الضالع، نحتاج إلى تعزيز في محافظة شبوة، نحتاج إلى محافظة إلى أبيان، نحتاج يعني إلى لاحق. يعني كل هذه المحافظات لديها نقص، ولدينا كوادر طبية يعني تنحني لهم الجبين، هم في الصفوف الأمامية ويقاتلون اليوم، ويجب أن يعني نبذل قصار جهدنا للحفاظ عليهم. يعني إذا كان نحن بننكر عمل الطاقم الطبي وما يقدمه الطاقم الطبي من استبدال، فهذا يعني شيء يؤسفني جدا. طيب ما هو يعني ما هي نسبة رضاكم أنتم في اللجنة العليا لمواجهة كورونا عن ما قدمتموه للكادر الطبي في مواجهة كورونا؟ نحن اليوم الكادر الطبي الذي قدمنا نستطيع أن نقدم له الآن الملابس للحماية، وبدأت دكتورة السباعي نحن الكادر الطبي يعني بدأ نبذل نحن معه بالتدريب، أيضا تقديم الملابس للسلامة المهنية. وتظل المحضرة الرئيسية نحن الذي تواجهنا كيفية نرتب وضع حوافز هذه الكوادر الذي تبذل قصار جهدنا في الميدان. يعني الكادر الطبي بحاجة، يعني المنظمات لحد الآن منظمات الصحة العالمية يعني تخلت، يعني تقول توجد لدي ما أدعمه. يعني يوم أمس كان في اجتماع طبعا استلمت
المبالغ المالية التي وزعت من الوزارة الصحة لمحافظة تعز ومحافظة عدن مثلا، يعني لا تقريبا استلم أنت محافظة تعز 80 أعتقد 80 مليون، هذا المبلغ يعني لا يكفي. محافظة تعز كبيرة ولديها يعني نحن نعرف أن المبلغ لا يكون شيء لتغطية الحجم، يعني في شراء أكسجين، في ترتيب، في مواصلات، في ترصد وبائي، في كل هذا تحتاج إلى دعم. نحن نعرف أننا في بالنسبة للكوادر الطبية لازم نبذل المزيد من الجهد لتمكينهم وتأمين حوافزهم، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية أيضا يعني بتكاتف وأيضا المنظمات الدولية والمؤتمر المالحي الذي يعني تم على الدول التي التزمت أن تقدم هذا الالتزام السريع والفوري. يعني ما مثلا ما حدث يوم أمس، منظمة الصحة العالمية تقول لن تستلم من أي مكان أي شيء أي مبالغ، فكان من أين أنا أوفر لكم حوافز للأطباء؟ هذا كان كلامهم بصريح العبارة. طبعا إذا كان بهذا الشكل يبقى يعني المعضلة الرئيسية إن نحن كوزارة كحكومة أن نسلط كل الجهد وكل إمكانياتنا لحفاظ على كوادرنا الطبية أولا قبل كل شيء، لأن بدون هذه الكوادر لا نستطيع أن نعمل، يعني أن نأمن. شكرا لك. سواء كان الحادث بكل تأكيد هم الحمد لله والشكر وصلت الملابس والسلامة المالية، ولكن أيضا يبقى تأمين ووصول الحافز المادي حتى يستطيع أن يغيث أسرهم. وهذا الأمر ربما من غير المنطق، يعني في نهاية المطاف تعويل على المنظمات الدولية في مواجهة هكذا فيروس، يعني بكل أو رمي الكرة دوما في ملعبها. على كل حال أشكرك دكتورة إشراق السباعي المتحدثة رسمية للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك دكتور عبد المغني، أراك تريد أن تتحدث بهذا الخصوص فيما تفضلت به دكتورة إشراق، وإن كانت يلا يعني ما عادت معنا. طبعا أنا ما عنديش مشكلة مع دكتورة إشراق. أنا ألو تسمعنا؟ أسمعك دكتور. تسمع؟ ألو نعم. تفضل. تسمع. الدكتور أشراق تكلم على أدوات سلامة، على أدوات سلامة مهنية. أنا الآن على الهواء يسمعنا، تسمعنا الدكتور أشراق، يسمعنا العالم كله، يسمعنا المحافظ، يسمعنا تسمعنا لجنة الطوارئ، يسمعنا مدير مكتب الصحة. أنا أقول الآن لم أستل، أنا أقول إننا كمركز شفاك تعاملنا مع 90% من الحالات اللي موجودة بتعز. طبعا انا اضافه لذلك اقول انا لم استلم كمامه واحده ولم استلم نظاره ولم استلم درع اي جزء من ادوات الحمايه الرئيسيه. فقط يوم من الايام بعد 20 اتصال وصلتنا 10 بدلات حمايه ذاتيه. طبعا هذه ممكن نستخدمه 2 اطباء لمده يوم، اذا يعني ممكن تغطي لي يوم، او بينما انا عندي الان 8 اطباء، عندي 24 ممرض، عندي يعني سب ستاف او كادر يشتغل بالتنظيف والتخلص من النفايات بحدود 18 ممرض، 18 كادر. هذا اريد لهم انا يوميا، اريد له يوميا بدله تكلفنا من 12000 الى 20000 ريال. يستخدم الموظف لمده 8 ساعات ومضطر انه طبعا ديسبيزبل يرمي بها ويجي الثاني يلبس بدله جديد. هذه ارقام فلكيه، يعني مساله فوق الوصف. ويجي يتكلم لي كادرنا وما ايش من كادرنا، ايش وفرت يعني حتى تقول كادرنا. الان احنا اذا بسبب العالم من 5 الى 6% من الاصابات بالكوادر الصحيه او بالطواقم الطبيه. لماذا ترتفع بتعز وتنزل على 20%؟ ليس هناك اي دعم يذكر اخي، ليس هناك اي دعم يذكر. يعني 3 مليون محصورين بين الجبال، يوصل بينهم اخي الناس تموت على نغمات قذائف الحوثي والقنص. يعني تريد اكثر من كذا؟ انا الان المرضى اللي قريبين من الجبهه والاشتباكات يعني اتحدى يصعب الوصول لهم، بل يعني حتى حركتهم يعني اذا حركتهم محدوده وباوقات معينه يعني وبحذر يعني، والعالم يعني العالم ساكت اخي. الوضع يعني لا تكفي الشكوى، يعني حتى يعني يمكن قلوبنا تحقرت. والمفروض ان يعني الان موقف ان نظهر على الشاشه بكي، اقول يعني نترحم على السكان والسلام عليكم. يعني
والان تقول لي تدرس وسوف متى تدرس؟ الان انا اشوف البوكلين شغال على بعد 300 متر جنبي كل يوم، يعني يشتغل ليل ونهار يحفر قبور 100 قبر، وغير المقبره الاخرى وغير الذي تنتقل الى الارياف، طبعا موت بدون احترازات، يعني وباء يتفاقم. أعانكم الله، أعانكم الله دكتور عبد المغني المسني، شكرا لك على تواجدك معنا مدير مركز شفاك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. ورحب الآن السادة المشاهدين بطبيب بمستشفى الثورة بصنعاء دكتور وليد الثجيري، أهلا بك دكتور. السلام عليكم ومساء الخير لكم جميعا. مساء الخير، أهلا بك دكتور وليد. إذن يعني إحصائيات تقول نقابة الأطباء والصيادلة تتحدث عن نحو 32 طبيب توفوا بكورونا، يعني ما الذي يقال في هذا السياق؟ نعم، لا شك أن الجميع يعرف أننا بعد 6 سنوات من الحرب التي تشهدها اليمن كانت كفيلة بتدمير البنية التحتية للمنظمة الصحية، ما ذلك عرض أكثر من 25 مليون نسمة لخطر تفشي الجائحة العالمية، جائحة كورونا، وهذا الوباء الذي أنهك أكثر الأنظمة الصحية تطورا بالعالم، فما بالك بدولة تعاني من ثلاثية الحرب والجوع والكوليرا. وتعلمون أيضا أنه يتوفى أكثر من 17% من المصابين بفيروس كورونا في اليمن، وهي النسبة الأعلى عالميا. كما تعلمون أن النسبة عالميا لا تتعدى 5%. نجد أيضا أن الجيش الأبيض الذي يقف في الخط الأول لمواجهة الوباء في المستشفيات التي يخصص استقبال وعلاج المصابين في فيروس كورونا في ظل الصحي المتدني والنقص الحاد بالإمكانيات الطبية. دعني أصحح لك أخي الكريم أن الآن كانت حد 40 طبيب وطبيبة في أمام محافظة الجمهورية، وخلال يومنا هذا أيضا توفي 2 من الكادر في صنعاء، مما يضيف الرقم إلى 42 حالة وفاة ضمن الجيش الأبيض في اليمن بشكل عام، ونقدر عدد المصابين والذي تحت الرعاية الصحية الآن إلى أكثر من 120 طبيب وطبيبة وممرض وممرضة ملقبين في مختلف مستشفيات الجمهورية، وأن هناك ما يزيد عن 200 حالة اشتباه تم تشخيصها إكلينيكيا أو سريريا بواسطة الأشعة الإكسري والأشعة المقطعية. دكتور نعم. دكتور يعني بالنسبة لكم أنتم ما هو الوضع بالنسبة لتوفر الإمكانات؟ نحن نتحدث الآن عن صنعاء، ما هو الوضع هناك؟ نعم، بالنسبه للعاصمه صنعاء، والتي تعلمون ان هناك بالاساس كان هناك 3 مستشفيات مخصصه لاستقبال الحالات المصابه بفيروس كورونا، وهي الكويت ومستشفى زايد 48، الان اغلق 48 ولم تعد هناك الا مستشفيين فقط هي المخوله باستقبال هكذا حالات، مع معاناتها الشديده من ضعف الامكانيات الطبيه من ناحيه الأجهزة والتشخيص والمعالجة. ومن خلال هذا البرنامج أشكر المبادرات الطوعية للأطباء من خارج الوطن في الوقوف بجانب أطباء الداخل وعمل مبادرات طوعية لهم وإرسال أدوات الحماية الشخصية. كما هناك أطباء أيضا في الداخل قاموا بمبادرات أيضا شخصية لدعم الكادر الطبي بوسائل الحماية الشخصية. نشكر أيضا منظمة دولية في صنعاء أعلنت استعدادها الكامل لدعم مركز عزل للأطباء فقط، وسيكون في مستشفى الثورة العام. كما تعلم أخي الكريم فإن الأطباء في المستشفيات يعني صنعاء يرتدون وسائل حماية لكن ليست بالقدر الكافي والمطلوب ولا تتناسب مع المعايير المعمول بها دوليا. تكتفي بعض المستشفيات بارتداء الأطباء والمرضين في قسم الطوارئ فقط،
وسائل حمايه لتبقي بقيه الطوابق الطبيه عرضه للخطر في ظل تفشي كورونا، وكل ما يملكه الطبيب او الممرض كمامه خفيفه او قفاز رديء. وكما تعلم بان معظم الاطباء والعاملين قد توقفوا بسبب انقطاع المرتبات الذي صار لها اكثر من 6 سنوات. من خلالكم ايضا نشجع هذه المبادرات الخارجيه والداخليه لدعم الجيش الابيض في سنعود للحديث عن هذه المبادرات بشكل اكبر دكتور وليد. دعنا نشك معنا قبل ذلك في الحوار دكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحه العامه والسكان بمارب الذي يعود الى الانضمام الينا. اهلا بك دكتور عبد العزيز. مرحبا اخي وجيه، احييك واحيي مشاهدي قناه الكرام واحيي ضيوفك الكرام. اهلا بك دكتور. اذا كيف هو الوضع في مأرب فيما يتعلق باستعدادات الطاقم الطبي والامكانات التي لديه؟ حقيقه نحن في محافظه مأرب، ونظرا لوجود بنيه تحتيه ضعيفه في المحافظه نواجه صعوبات كبيره جدا، خاصه في ظل الضغط الكبير على المحافظه من جميع الجهات، كوننا نستقبل جرحى ولدينا مستشفيات كثيره مشغوله بالجرحى من نتيجه هجوم الميليشيات على المحافظه من عده جهات، من طعم جوف او صنعاء نهمه او صرواح او البيضاء، وهذا شكل ضغط اضافي الى الوجود الهائل للنازحين ما يقارب 2 مليون نازح، وتعدد الاوبئه. نحن الان نعاني من وباء الحمضنك والكورونا وكذلك الملاريا وبعض الاوبئه المنتشره. كل هذه تشكل ضغط كبير على البنيه على القطاع الصحي في ظل وجود بنيه ضعيفه اساسا. بلا شك انه ظهور الحالات عندنا واضافه الى عدم متوفر البي سي ار والاجهزه التشخيصيه اللازمه للكورونا ايضا زادت ضد اللخص، وانه حاولنا اكثر من مره ارسال عينات الى بعض المحافظات، تعاونوا معنا الاخوه في محافظه حضرموت سواء في الساحل او في الوادي، لكن نقص المحاليل يؤدي الى تقطع الاعلان عن نتائج. لذلك لاحظ انه توقفنا على اعلان 13 حاله مؤكده، بينما نحن نتابع ما يزيد على 242 حاله مشتبهه، منها ما نتابع في المنازل نتابع معالجتها منزليا، ومنها ما نتابع على معالجتها في مركز العزل في جامعه الجيم سبا. نعمل على اقامه مركز عزل في جوبه واخر في حريب، لكن نظرا لنقص الامكانات وشحه الموارد وايضا صعوبه الحصول على الاجهزه سواء اجهزه التنفس الصناعي او اجهزه التحليل في البي سي ار والحماء نواجه صعوبه كبيره وبالغه. اذا اتينا نتكلم عن موضوع الوفيات، لدينا من ال 13 حاله المؤكده 5 حالات وفاه، ولدينا من الحالات المشتبهه اللي 242 اللي احنا في طور متابعتها 24 حاله وفاه. هذه كلها مؤشرات تنبه على انه هناك تفشي للمرض في المحافظه بشكل كبير جدا، خاصه في منطقه في المناطق التي فيها ازدحام سكاني، وفي ظل غياب تام لمنظمه الصحه العالميه، ونقص شديد جدا او عجز شديد جدا لدى الوزاره في توفير يعني الاساسيات حتى للكوادر الطبيه. لدينا اصابات كبيره جدا في القطاع الصحي في الجيش الابيض من القطاع الصحي، لكن بفضل الله عز وجل تمر الامور بشكل الى حد ما جيد مع الاخوان الاطباء، وكثير منهم عدوا الحالات المرضيه، وان كان لا زال لدينا يعني اصابات في الجانب الطبي. تاتي هذه بسبب عدم توفر الامكانات الكامله في وسائل الوقايه للاطباء، وايضا اختلاط الحالات ما بين حالات الكورونا مع حمى الضنك مع الحميات الاخرى بالملاريا ونحوها. فيما يتعلق باحتياجات الكادر الطبي هناك في مأرب، هل يعني حجم القطاع او حجم العاملين في القطاع الطبي مناسب لحجم الاحتياج، خاصه فيما يتعلق وانت اشرت الى مساله وجود جرحى وايضا هناك فيروس كورونا الان؟ انا قلت لك بان البنيه التحتيه اساسا في ضعيفه، فضلا عن عدم وجود كادر كافي من ابناء المحافظه، واغلب الكادر الذي يعمل لدينا في المحافظه هم عباره عن كادر تم استقطابه من محافظات اخرى او من جنسيات اخرى قبل تفشي الوباء وقبل حظر الدخول الاجانب الى اليمن.
لدينا عجز كبير جدا في الكادر الطبي حقيقه، ونعتمد على الاخوه العاملين في المستشفيات. لا اخفيك ان هناك اقسام توقفت في بعض المستشفيات بسبب اصابه العاملين فيها والاخصائي المرأة الموجود فيها او اشتباه اصابته بالكورونا، لكن بفضل الله عز وجل لدى طواقم الطبية إصرار عجيب في أنه يقوموا بمهامهم، والحمد لله عز وجل لم نسمع ونشهد حالات ردت من أي مستشفى. كل المستشفيات تستقبل بالإمكانات البسيطة والزهيدة. لا أخفيك أنه نحن في جانب إدارتنا الكورونا لا يتوفر لدينا سوى 7 أجهزة تنفس صناعي، كلها مشغولة الآن بحالات على التنفس الصناعي، وهذه كلها تعتبر مضاعفات إذا ما أشرت إليه في موضوع توفر الكادر. أيضا هي أحد الأزمات الملحة والشديدة اللي فعلا نعاني منها. لدينا بعض يعني ونحن كنا اليوم في تجهيز اللمسات الأخيرة في مركز عزل بنفقات بسيطة ومحدودة من السلطة المحلية في الجوبة. نجد أنه لا تتوفر لدينا الأخصائيين العناية المركزة أو أخصائي الباطنة الذي لازم أن يقوم على المركز، ومرغم أنه لدينا أخصائي باطنة في الجوبة هو الوحيد، لكنه في وضع حجر صحي حاليا، وهذه تضاعف المعاناة بصراحة. شكرا لك دكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. الشكر أيضا موصول لك دكتور وليد الثجيري، وإن كان هناك نقاط نريد الحديث عنها لكن نأمل أن نتحدث بها في حلقات قادمة. شكرا لك على تواجدك معنا وأنت طبيب بمستشفى ثورة من صنعاء. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، في أمان الله.